تي في ونبداو نضحكوا ونفلكوا نهار الماتش والا ليله المقابل. قول له تيكاش من غدوه. هذا وقت جيلي انا. انا خسرت بطوله على خاطر ما ركزناش كما يلزم. خسرنا مقابلات، الترجي الرياضي التونسي سامحني بامكانياته مع كل احتراماتي لاي جمعيات مهما كان مستواه. ما نزام الساعه ساعه ساعه في قبل نحب خلي نحكي عليه انا. خالد بن يحيى، نبيل معلول، توفيق الهيش، طارق ذياب وما ادراك، شكري الوعي، وساعه ساعه نوحلوا في مقابله في المنزل. عليه؟ تصورت عليه السي رجل؟ خاطر في وقت من الاوقات ما ركزناش كما يلزم على المقابله نتاعنا. تركز على اربح مقابلتك وفي سكوتي اربح، ما تجينيش انت نهار الماتش ولا قبل الماتش نتلاقوا في سبيرونس. وهذه راهو تجربه معناها تجربتي انا اللي نطلب من الاولاد. فما فرق راهو ما بين الاجتهاد والقمع والتركيز. انا نطلب من الاولاد اللي يلزم فما يكون فما مؤثر نفسي، ولا المدرب يلزم يكون دوره ايضا مؤثر نفسي. هذاك علاش قاعدين، هذاك علاش النتائج تتبع. شوف والاولاد صار لي حتى كبوا انا هذه هذوما مش كبوا انا نتيجه نتاع انهزمنا ضد حلق البلاد والكرم. قلت البارح هدف لي صفر. شديتهم في التدريب قبل ما ندخل التدريب، عملنا معناها اجتماع مع الاولاد. ها ها وكل يضحك ويفلك كي نبدا نحكي كي نحكي حتى على روحي. انا بيدي ساعات اونترنور نطيح في الفاسيليتي، جمعيتي تربح 3-4-5 ماتشات سي نتصور لي انا احسن اونترنور في العالم ولاعبيتي احسن مدربين في العالم. لكن وربي الفوق نجي في مقابله خاطر ما ركزتش عليها بالكدا، نعمل تعادل والا نعمل هزيمه تسبب لي في كارثه. هذه هي معناها الاشكاليه اللي طالبونا من الاولاد الاكثريه. موضوع اخر خالد، ما تنجمش تكون معنا اليوم ما نساله لك. شو تعرف انه حتى نقول لك انا باش نسولك انا ما تعبش روحك حتى نقول انا خاطر حاضر هما لي ديبلون. واضح. واضح. اولا يقولوا انه خالد بن يحيى عنده مشكله مع الدبلومات ومع الدورات التكوينيه والرسكله. انا كان اليوم معايا مع حديث مع سي بلحسن ملوش المدير الفني للجامعه، وكان من المفروض باش يكون ضيف معانا اليوم لكن تعذر لاسباب شخصيه. قال لي انه الجمعه الجايه باش تكون اخر يعني مع الجوله الثانيه باش يكون اخر اجل لتقبل العقود واجازات المدربين. خلي دخي نرجع. انا راي عمري ما صرت معني هذه راهو تواضع، مانيش متكبر. انا عمري راهو ما دقيت على حد وقلت له ارميها هكاك. راه ليه عمري ما دقيت على حد وقلت له ارمي لك انك تتكبر. انت قلت هالكلمه لا محاله، تتكبر على الدورات التكوينيه. ليه خليني نكمل لك. عمري ما دقيت على رمي وقلت لهم هات نجي انا ارميكم. الاغلبيه الجمعيات ومع احتراماتي ليهم وبارك الله فيهم مشكورين وخدمت مع رؤساء يرحم والديهم، يتيحوا في كريز ويتيحوا في كريز. ناكد على الكلمه هذه، يضطروا في ظروف معين في وقت معين يعيطوا لخالد بن يحيى. نجي انا ندر الحمد لله ربي حتى لتوا معناها كلهم ناجحين وهذا كله مقدر. اللي بالضبط طلبوا منا السنه الفاتحه يمكن ما كانش شيء ملحس، طلبوا قالوا هاتوا لي ديبلوم تاعك طلبوا من الترجي الرياضي التونسي من اداره. كل مدرب يقدم الشهاده. جاني سي عامر البحري قال لي خالد راهو المدير الفني طلب من عندك، طلب منك، طلب من الشهاده. لميت له الدوسي واعطيته الشهاده. الشهاده تو بعد بجمعه بعد بجمعتين كان قالوا لي شهادك تنجم طلع تدرب بهم في الترجي الرياضي التونسي اكابر بارك الله فيهم مشكورين. كان شهادي ما يخولونيش تو نقول له بارك الله فيكم وان شاء الله مرجعين. انا الشهاده هذوما اللي خديتهم اثر دورات تكوينيه في فرنسا. هي في فرنسا. علاش مثلا هم طلبوا منك الاداره الفنيه كونك تجي للدورات التكوينيه في تونس لكن انت ما حبيتش تكون المدير الفني قال لا سمحت ما نحبش النقل انا ان شاء الله المره الجايه تو نجي مع المدير الفني. بالعكس احنا لاعبين دوليين سابقين ولا انا ان شاء الله كل حال سي مالوش وانا هاني بالمناسبه معناها في لحد الرياضي في استضافه معناها لطيفه وكريمه ان شاء الله. معناها اول استاج جاي كان يستدعى خالد بن يحيى نكون انا من الاوائل في الاستاج. هو مش يستدعى انت، هو بالعكس هو قال لي انا شجع كل مدرب تونسي. بارك الله فيكم. يعطيك الصحه بارك الله فيك. بشويه تفضل استاذي. خاطر الراجل غايب، الراجل غايب خاطر قدامي انا صارت الحكايه. قبل ما نرجع لحكايه الدبلومات فما حاجه تريز امبورتون، فما ان بروبليم ريلاسيونيل حتى من بولوني كي تريز امبورتون. فما حاجات اللي لازم تقراهم ولازم تداولهم ولازم تتعلم. فما البسيكولوجي، فما ريلاسيون ميديا اونترونور، ريلاسيون اونترونور بوبليك، ريلاسيون اونترونور جوار، تو سا امبورتون.
معناها مهمين جدا في العلاقات نتاع المدرب، يلزم يتعلمهم الواحد مهما يكون معناها حجم اللاعب، مهما يكونش مارادونا يلزم يتعلمهم ويلزم يتعدى عليهم. بالنسبه نرجع للدبلومات نتاع سي خالد الى لي ميم ديبلوم كو سمير سليمي بالضبط. سي سمير سليمي مشكور معناها تواضع وجاء من السعوديه وعدى دبلوماته، عدى البرومي دوغري نتاعو وعدى الدوزيام دوغري نتاعو، بارك الله فيه في ذلك. نرجع لحسن ملوج معناها باش سي حسن ملوج الراجل معناها قدامي انا صارت الحكايه، كلم سي عامر البحري قالوا من فضلك تكلم سي خالد يجينا ماذا بينا يحضر. لا تفاصيل واضحه تفاصيل، سامحني سي راجل سامحني على شوي، تفاصيل واضحه كلم سي عامر البحري قدامي انا خاطر جيتي بريزون انا حاضر في الحكايه. نعرف لكن هذا بصفه عامه يعني باش ما نغلطوش الناس، ما نغلطوش الراي العام، خاطر ما يزمش الراي العام. لا سامحني عايش خالد، سامحني عايش ليكيفالونس. لا ليكيفالونس خالد بن يحيى وسمير السليمي ولطفي جباره وعده مدربين اخرين عندهم ايكيفالونس نتاع انيسياتور اللي ينجموا ياخذوا به انيسياتور في تونس، وهذاك علاش مشكور السيد حسن بن حسن ملوش تاع انستركسيون من عند سي حموده بن عمار عمل لي كيفالونس مع فرنسا، باش نوليو نمشيو احنا وفرنسا واحنا وبلجيكا كيف كيف، وبارك الله فيك وباش يوليو سامحني وباش يوليو لي ديبلوم تاعنا معترفين بهم، خاطر حتى اونترنور ما موجود في تونس ينجم يمشي في فرنسا مش مستعرفين بهم، توا باش يوليو لي ديبلوم تاعنا مستعرفين بهم دوليا، هذاك علاش حاطين كيف كيف احنا، اللي ماخو انيسياتور ا ياخو انيسياتور ا، اللي ماخو انيسياتور دو ياخو انيسياتور دو، بعد انيسياتور ا ودو فما برومي دوغري فما دوزيام دوغري فما تروزيام دوغري، والوقت موجود الوقت موجود. باهي نبيل خالد خالد ونخدم سامحوني معناها والله ساعة ساعة واحد يتحرج بمواضيع معناها. باهي خليني نقول لكم كيفاش لي ديبلوم في فرنسا على مرحلة، على مرحلتين، المرحلة الأولى هو البرومي سيكل، البرومي سيكل فيه تروا ديبلوم لازم تاخذهم باش تتعدى البروفي ديتا في القانون الفرنسي، عندهم كي تعدي ليتاب الاولى اللي فيها تروا ديبلوم تعدي ليتاب الثانيه فيها دو بروفي ديتا، كي تاخذ دو بروفي ديتا نتاعك تراني درب في البطوله الوطنيه الفرنسيه إيه. معناه اللي باش ياخذ الدبلومات في تونس معناه اللي خذاهم من فرنسا يلزمهم يكونوا متاقلمين معناها مع الدبلومات اللي في فرنسا لا اكثر ولا اقل. على كل حال موضوع تو نعاودوا نحضروا مره ثانيه، مشكورين خالد بارك الله فيك على حضورك، شكرا ليك يعطيك الصحه سليم. زاد نعرفوا اليوم لبيت الدعوه بالرغم اللي عندك انت بيدك مشاغل شخصيه ربي معك، نرجع مع التحكيم معك محمد صالح في ندوه الحكام، لكن نحب نسير كذلك انه شيعت الاسره الرياضيه في تونس منذ 10 ايام جثمان الفقيد مختار بن نصر اللاعب الدولي السابق والمدرب الوطني سابقا كذلك اللي كانت عنده مسيره حافله، انطلقت مع النادي البنزرتي سنه 41 بطوله مع نادي البنزرتي في موسم 48-49 ثم انتقل الى فرنسا، هو امامكم صورته، واحرز مع نادي نيس لقب البطوله موسم 50-51 اول لاعب تونسي معناتها يخرج محترف برا، رفع كاس فرنسا سنه 54 في نهائي ضد مارسيليا، يحمل شاره القياده في اول دوره رسميه للمنتخب الوطني، ميداليه فضيه في الالعاب العربيه ببيروت، قام زي المنتخب في 5 مباريات رسميه ثم اشرف على الفريق الوطني كمدرب من اكتوبر 64 الى سبتمبر 67، عنده 16 مباراة كمدرب للمنتخب، كان هو يشرف على المنتخب في نهائي كاس امم افريقيا ضد غانا، خسرت في تونس 3-2 سنة 65 بتونس، في دورة العاب بحر بن المتوسط 67 بتونس كان هو كذلك المدرب، وانهى الفقيد مشواره كمدرب الاهلي الماتري. مختار بن ناصر ولد في سبتمبر 27 ببنزرت وتوفي في اوت 2006 بالكرم، رحم الله الفقيد رحمه واسعه ورزق اهله وذويه والاسره الرياضيه جميله صبري وسلوان، وهذه حبيناها تحيه لروح الفقيد مختار بن ناصر. انا ظريف على الاسره الرياضيه كنت حاضر انا شخصيا في تفين سي مختار، عيب علينا احنا كرياضيين، انا ما عنديش علاقه بشخصيه خاطر ما دربنيش سي مختار، لكن نشكر الناس اللي جات وكانوا اقليه قليله معناها 4 رياضيين فقط كانوا موجودين